اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم يا حبايبي؟ عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم سمر الدالي من قناتي أنا وسلفتي سمر وفريدة. كل سنة وأنتم طيبين، يعود عليكم الأيام بخير يا رب. خلاص شهر رمضان بقاله كام يوم، جاتلي أحلى هدية فقلت أفرحكم معايا. أنا الحاجات دي بتجيلي كل سنة من حد عزيز عليا جدا جدا جدا، يا رب يبارك لي فيه. عارف ان انا بحب الحاجات دي من بره، لان هي في مصر تقريبا بتبقى موجوده عندنا درجه ثالثه رابعه زي ما تقولوا، يعني الزيوت دبر امله والحاجات دي بتبقى بره افضل كتير من هنا. فلو حد عنده قريبه اخوه اخته مسافرين بره يعني يستغلهم في الموضوع ده، مش عيب ان احنا نستغلهم، يعني احنا بنختار هدايانا بنفسنا. زيت الارجان والحمام الكريم فشكول، زيت دبر أملة، المخمرية، الكريمات. عايزة أقول لكم الحاجات دي تقريبا ملهاش علاقة، موجودة هنا في مصر بس ملهاش علاقة باللي عندنا في مصر نهائي. كل الحاجات دي مكتوب عليها صناعة دبي أو الإمارات العربية المتحدة، تمام. الكريم ده حلو قوي لتساقط الشعر اللي هو حمام الكريم، الزيت تحفة لتساقط الشعر لو انتوا بتشتكوا من تساقط الشعر، وبرضو ممكن تجيبوه من هنا من العزبي بيبيعوا، بتطلبوه يعني بتقول عايزين حاجات مستوردة وبتطلبوها منه، بس بتبقى غالية جدا هناك. الحاجات دي سعرها يعني حاجات رمزية صدقوني. انا بحاول اوريكم الاسم بتاع الزيت من تحت بس للأسف مش ظاهر في الكاميرا. فعامة يعني ايه، حبيت افرحكم معايا، انا فرحت جدا بيها كمان ان هي جات لي قبل رمضان عشان انا بحب الحاجات دي جدا. ان شاء الله بقى ايه نعمل النهاردة مع بعض سلطة فواكه، هنخزن بسلة والجزر. هو الفيديو ده بقاله شوية عندي موجود، كنت مصوراه بقالي فترة وانا فيديو الخزين بس ما نزلتوش، تمام. انا بخزن البسلة ازاي؟ انا ما بحطش البسلة على حمام بخار ولا اي حاجة من دي خالص. هنقطع البصل، الجزر هنغسله ونسيبه ينشف كويس جدا وبعدين نقطعه. انا بقى معايا هنا شوية خضار حلوين كده اتسوقتهم، يعني جبتهم النهارده، قلت يعني ايه خزين ومشتريات للخضروات. انا جايبه البطاطس 3 بـ10، البصل الكيلو بـ6 جنيه، الطماطم ولا ارخص منها دلوقتي الـ4 بـ10، وعايزه اقول لكم تفاح وحمره جدا، يعني انا جايبه دول للسلطه وجايبه كميه تانية عشان اخزنها هتشوفها في اخر الفيديو. انا كده البصل بتاعي، عايزه اقول لكم ان الحاجات دي في البيت خير والله، البصل والبطاطس والنواشف دي يعني مفيش بيت ما بيبقاش موجود فيه الحاجات دي، يعني بكميات على الاقل 3 أو 4 كيلو من كل نوع لانه بينفع، يعني البصل والبطاطس مش بتبوظ او بصعوبه لما تبوظ، طبيعي ان الجو كان يعني لسه فيه بروده وكده فمش هيبوظوا، ولو ضمنين التهويه بتاعتها كويس مش هتبوظ برضه لو قعدت فتره كمان. اهم حاجه يبقى ضمنين التهويه بتاعت المكان اللي احنا حاطينهم فيه. في ناس كتير قوي بتشيلها في البلكونه واللي بيشيل قدام باب الشقه، بصراحه بحب احطهم في المطبخ معايا، مش عارفه لسه هروح اجيب من البلكونه واجي، لا بعيد قوي مشوار. المهم الم كل الخزين بتاعي كده، البطاطس والبسله، واحطهم في التربو. مين بقى خلص الشقه؟ انا خلصت الحمد لله. هعمل لكم ان شاء الله، انتظروا فيديو تصوير الشقه بعد الفرش. احنا للاسف مصورناش غير غسيل السجاد فقط، كفايه مزه. شكرا. موضوع التصوير صعب جدا والله يا جماعه، جدا جدا جدا، فان احنا نصور واحنا بنغسل الحيطان او بنغسل المطبخ او كده مفيش حد، كمان الاولاد كلهم صغيرين، اغلبهم صغيرين يعني، والكبار فيهم بيبقوا في المدارس وكده مش فاضيين برضه عشان مذاكرتهم، فمين هيقعد بقى يصور؟ فبصراحه يعني لسه عايزين نشوف موضوع التصوير ده حل. كمان فريده برضه بتشتكي من نفس الموضوع، فيلا ايه ربنا ييسر كده ان شاء الله ونشوف حل الموضوع ده. انا بقى هنا معايا برتقان هعصره، البرتقان ده الايام دي حلو قوي على فكره، يعني برتقان العصير حلو جدا جدا الايام دي، الـ3 بـ10 تقريبا، اه 3 بـ10. انا جايبه نوعين، جايبه العصير وجايبه برتقان اللي هو اللي بيقولوا عليه بسره اللي هو بتاع الاكل يعني.
خلاص غسلت البرتقال والاستفندي. الكيوي حلو جدا 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 يا جماعة والله، لازم يبقى يعني ايه موجود في البيت، يعني تجبروا الاولاد ان هم ياكلوه، والله مفيد جدا. انا هنا كان عندي بانيه في الفريزر، احنا طبعا متبلين مع بعض البانيه قبل كده، فالنهارده يوم مضغوط، هخزن قوطه وهخزن بسله، فاكيد مش هقعد اعمل اكل. وانا عندي هنا برضو صينيه مكرونه بالبشاميل انا كنت عاملاها. حاولي على قد ما تقدري يوم الخزين ده تبقي مجهزه اكل، لان مش هبقى بخزن خضار، وطبعا جنب الخضار غسيل ومش لا هيبقى كتير عليا. فحاولي اليوم ده تبقي يعني مجهزه اكل، عندك اكل في الفريزر هتطلعيه دوبك على القليه بانيه مثلا. انا كان عندي المكرونه عاملاها من قبلها بيوم، وكان عندي بانيه في الفريزر يا دوبك تبلته بس في البقسماط. انا بحب اشيله متبل في البهارات بتاعته، التوابل بتاعته يعني، واجهزه على البقسماط على طول احطه في الزيت، بيبقى تحفه. ولو قعد سنه في التلاجه مش بيجرى له اي حاجه. انا هنا هقشر البصل، سوري الجزر بتاعي، وهغسله واسيبه ينشف. انا فرطت البسله، يعني مش بغسلها، انا بنقيها كويس واحطها في الاكياس واشيلهم، وبتطلع كانك لسه مفرزاها حالا. ما جربتش بصراحه ان انا افرزها في ميه البخار، يعني في البخار يعني. انا كده خلاص غسلت الفاكهه وعملت البسله، ندخل بقى بقلب جامد على ايه، على ايه، على القوطه. عايزه اقول لكم عملت كميه قوطه، انا كنت جايبه قفص وعشرة كيلو، القفص تقريبا فيه 25 كيلو، والعشرة يعني 35 كيلو قوطه. عايزه اقول لكم على ما خلصت ما كنتش قادره والله العظيم، يعني كلمه ما كنتش قادره دي مش عارفه كلمه بسيطه على انا شفته اليوم ده بتاع الخزين ده. اصعب يوم بس برتاح طول السنه، بتعب يوم بس طول السنه ببقى مرتاح. يلا كده نقول بسم الله ما شاء الله. دي كميه القوطه بتاعتي، انا عندي الحوض كبير جدا فضيت فيه كل القوطه. همسكها بقى ايه، انضفها واقطعها واحطها على النار، نار هادية جدا، ممكن تقعد بال 12 ساعة على البوتاجاز، بس بتبقى تسويتها حلوة جدا. مامي، وانا القوطة بتاعت الخزين دي لازم تكون متصفية، ما ينفعش ايه احطها بقشرها. القوطة المتصفية بتبقى حلوة جدا، المكرونة البسلة مش عارف، بتبقى عندك بتاخد الكيس في ثواني. انا كده خلاص علقت اهو، بسم الله ما شاء الله، الاربع عيون بتاع البوتاجاز شغالين. هسيبها بقى بصي يا دوبك هتغلي، وهوطي النار تبقى زي الشمعه كانك مش شايفاها خالص. بتقعد بال 12 ساعه والله العظيم، مش يعني لحد ما تستوي، بس بتبقى سواها حلو جدا، وبتبقى حمرا زيها زي بتاعه البطرمانات، وانضف واحلى بكتير كمان. انا هيك ده خلاص كده اللي بيغلي ده بحط عليه غطا، واخلي الغطا موارب سنه عشان ما تفورش لا قدر الله، وتفك العين عشان الغاز وايه لا اله الا الله، واسيبها بقى مع نفسها كده خالص لحد ما تتسبك. تمام، انا كده بص القوطه عندي عامله ازاي. عايزه اقول لكم ان انا في الاخر بيبقى الاربع حلل ما بيصفوا على حاجه، يعني بصوا انا فضيت دي في يعني حله في الثلاث حلل، وعبيتها كمان البقيه الكميه اللي عندي اللي ما كانتش لسه، اللي كانت لسه في المصفى بتاعت الحوض، علقت عليها كمان عشان تستوي. يعني انا مش ما عنديش غير اربع عيون، العين اللي في النص ما بشغلهاش خالص، وهتبقى عاليه جدا هتحرق القوطه. انا على فكره بعملها في الستانلس ومش بتتحرق مني ولا حاجه، بدل ما قلت لكم انا بغطي عليها بتبقى شمعه. بصراحه بقى يعني بطل الليله ده الهاند بلندر، بيبقى موفر عليا كتير ان انا مش ايه بفتح الشقشق واستنى تبرد مش عارف ايه، لا بضربها على طول، وبعد ما بضربها بقوم مصفياها واديها غلوه تاني، وبعد كده استناها تبرد واعبيها في اكياس. عايزه اقول لكم الغلوه دي ضروري جدا بعد ما تصفيها، بتخلي الطماطم يرد بشكل تحفه، من غير بقى لا بابريكا ولا بنجر ولا اي حاجه خالص. هنضربها كويس بالهاند بلندر، انا بقول عليه مفهوم اباظ، عايزه اصلحه والله. عايزه اقول لكم ان حاسه ان انا ناقصني كتير جدا من غيره، هو حلو جدا في اي حاجه، شويه عصير عايزه تجربيه، اي حاجه تقول عن ليه، مش مضطره بقى ان انا لسه شفشق واضرب دور وارجع تاني واضرب. صراحه الهاند بلندر حلو جدا جدا يا جماعه، يعني انصح اي بنت بتجهز
ان هي تعتمد اول حاجة في الجهاز او اول حاجة في الاجهزة هي الهاند بلندر. بص انا كده خلاص ضربتها كلها اهي، بسم الله ما شاء الله، وخدتها غلوة كمان. دي بقى دلوقتي انا كده معايا الحلة الاستانلس، شايفين ما فيهاش اي حاجة ماسكة او اي حاجة محروقة، لاني موطية عليه. معايا كاس الخزين، انا بجيب كيس الخزين اللي هو يبقى كيلو، المصفى عندي ضيقه عشان ما تنزلش اللي هي الحبيبات او البذور بتاعه القوطه. طب صلصه هي جنى الكبشه، عشان عارفين الصوص بتاع المكرونه والحاجات دي بيبقى عايز الصلصه حلوه، ما بقاش فيها اي قشر وما بقاش فيها حاجه. انا عايزه اقول لكم الكميه اللي انتوا شفتوها دي هي دي ال 35 كيلو قوطه اللي انا عملتهم. انا بقول لكم انا بسبكها لحد ما بتبقى تقيله جدا، ما فيهاش تقريبا اي ميه، اولا بتبقى حلوه جدا، وثانيا بوفر في الفريزر. اكيد مش في ناس كتير قوي بتاخدها غلوه اتنين وخلاص تكتفي بكده، لا انا بسبكها جدا عشان تاخد، يعني ما تاخدش مساحه كبيره في الفريزر عندي، وباخد معلقتين منها او بقطع حته من الكيس. انا عامه بكيس الاكياس على قد استخدامي، وبعمل كام كيس كده كبار عشان مثلا محشي، عندي عزومه، يبقى في اي ظرف عندك، اكيد يعني مش افراد الاسره، احنا اربعه، فالكميه بتاعتها بتبقى قليله جدا، بعمل كميه كبيره اللي هي صغيره، وبعدين بكتفي بدي، وبعمل مثلا كام كيس بقى للمحشي والحاجات دي بكبار عشان ما اخدرش في الاكياس. تمام، انا بصفي بالكبشه، بصراحه بتبقى حلوه. المشكله ان انا بقول دي ضيقه جدا، وانا بختار، انا عندي واحده واسعه بس بختار الضيقه عشان ما تنزليش اي قشور بتاعت الطماطم او البذور بتاعتها، يعني بتبقى الطريقه دي افضل بكتير. انا كده بص بوريته، بص يعني ايه نازله تحفه تحفه تحفه. انا كده خلصت كل الكميه عندي وكيستها. عايزه اقول لكم والله ان الكاميرا كمان ظلماها، اللون تحفه، لون احمر كده، مش تقولي بقى على صلصه بطرمانات ولا هاينز ولا فيتراك ولا اي حاجه من دي خالص، بجد بجد جربوا الطريقه دي تحفه. سبكوها كويس جدا وشولوها في الفريزر، بتقعد بالسنه والله، مش بيجرى لها اي حاجه. انا عايزه اقول لكم ان انا بخزنهم من السنه للسنه، بتنفع كتير في شهر رمضان والعزومات، بتبقى موجوده كمان لو انت بتشتغلي، فبتبقى الدنيا سهله عليكي، بتطلعي الكيس بتبقى الدنيا يعني ايه قريبه. ويا رب كده يكون فدتكم باي حاجه من الفيديو ده. عايزه اقول لكم بصوا انا شلت شويه كده على جنب عشان اعمل يعني يبقوا لاستعمالي في التلاجة، بتقعد معايا بالعشر ايام في التلاجة تحت الفريزر متغطيه، تبقى العلبه نظيفه، ونشيلها وناخد منها برضو معلقه نظيفه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوناش بقى في تعليق حلو على ذوقكم، ونشوفكم على خير ان شاء الله.